وإذا كان الحق سبحانه وتعالى وعنده الخزائن التي لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إذا أجد كل واحد مطلوب مش هينقص ذلك مما عنده شيء. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة فأعطيتها له، ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. الله الذي لا تنفذ خزائنه يعطي خلقه بقدر، لا يبسطها على الخلق كل البسط ولا يقبضها على الخلق كل القبض، فيبسط على ناس ويقدر على إيه ناس. ليه؟ قال لك لتسير حركة الحياة، لأن الله لو بسط الرزق يدى لكل واحد حاجة لاستغنى الناس عن الناس، إنما حركة الحياة تتطلب محتاج لعمل ومحتاج لمال من عمل، تبقى مصالح الحياة تمشي إزاي؟ يوم ربنا يبسط شوية على ده ويقدر على ده. ليه؟ لأنه لو بسط على الكل لاستغنى الكل عن الكل، وما دام يستغنى الكل على الكل لا يوجد إنسان هو مجمع مواهب الحياة، بل كل واحد واخد حاجة من الحياة والتاني يديله الناقص فيه وهكذا، يبقى امتي. أم قال لك لأن الإنسان لو لم يكن محتاجا في بطنه قوت وعلى جسده ثياب وفي بطن أولاده قوت وعلى أجسادهم ثياب ما يروحش للمهن اللي تتطلبها الحياة ويشتغل. إيه اللي بيخليه يلجأ إلى هذا؟ حاجته هذه. يبقى لما ربنا يخبط عنه عشان يعمل إيه؟ علشان يزاول حركة الحياة التي يستنكف أن يصنعها إن لم يكن محتاجا. والله لا يريد لحركة الحياة أن يتفضل الناس على الناس، بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بالحاجة من الناس إلى الناس. فإذا كان الحق لا يبسط على الأمر كل البسط ولا يقبض على الناس بل يبسط ويقدر، قال إيه بقى؟ إن ربك اللي ما ينقص ما عنده بيعمل ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. يقدر يعني ايه؟ يضيق. اما من قدر عليه ايه؟ رزقه. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. الله، هذه نظريات اقتصادية تضمن راحة الدنيا، لان اللي بيتعب الحياة ايه؟ بيتعب الحياة إن اللي مقدور عليه رزقه ورزقه ضيق كده عايز يعيش في مستوى الموسع عليه رزقه. نقول له لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ساعة ما تدخل كده أنت وزميل لك في عمل واحد وكلاكما يتقاضى راتب 100 جنيه، وإنت داخل أنت وهو تشتري بدلة، أنت أبوك غني يعطي لك على 100 جنيه 50 جنيه من عام، فيبقى دخلك كام؟ 150 جنيه. وانا ابي فقير بديله 30 جنيه من المرتب بعيش ب70 جنيه، يبقى مستواي الاقتصادي مش هو مستواي العملي والوظيفي معك، انا نصفك تمام. فاذا انت اشتريت بدله ثمنها المتر 30 جنيه، الكلام الاقتصادي الدقيق الايماني ان انا اشتري بدله ثمنها 15 جنيه لانني مستواي وياك كده. لكن اللي بيتعب الدنيا ايه؟ انك انت دخلت واشتري متر ب30 جنيه، الثاني عايز يشتري متر بايه؟ 30 جنيه، عايز يفوت على كل يوم يجيب سمك ويجيب لحم وانا عايز. لا، رحم الله امرا عرف قدر نفسه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق. والذي يحترم قدر الله حين يقدر الله عليه ويعيش في مستوى غير متمرد على وضعه، يقول له ربنا رضيت بقدري فيك أرفعك إلى قدري عندك، يديك. ولذلك كل واحد يرضى بقدر الله ويعيش كده كويس بالقدر اللي ربنا عاشه، ولا يتطلع بعينه إلى ما آتى الله بعض خلقه من سعة الرزق، ويقبل قسمة الرزاق، يقول له أنت رضيت بقسمتي خذ ويعطي. ولذلك كل الناس اللي بالشكل ده تلتقي مستوياتهم في الحياة انتقلت ارتقاءات إيه؟ ارتقاءات عالية. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويغفر. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يضع الإنسان نفسه دائما
في مقام الخلافة في الأرض. إن ربك، شوفوا كلمة إن ربك، ربك يا محمد أنت أكرم الخلق، ومع ذلك إيه؟ أبسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وقبضت عنك فتربط على بطنك الحجر من الجوع. فإذا كان أنت ربك عمل وياك كده، يبقى الناس ما يستنكفوش أن يسمع الله معهم إيه؟ معهم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء.